كما قلت لك هذا فوتبول خويا، تربح تخسر ما سي با لا فين دي موند خويا. احنا راح نخدموا ان شاء الله باش نكونوا في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله المباراه الاخيره ضد كوت ديفوار ما على الاعصاب خويا، ماتش على الاعصاب كما كامل ماتش. قلت لك راح نكملوا نخدموا ان شاء الله، وهذه كوب دافريك راح نساوها ان شاء الله، ومازال خير قدام ان شاء الله. يعطيكم الصحه. اسمح لي بك انت يعني شخصيا، يعني وين راح نشوفك في الميركاتو الشتوي؟ اسهل تبقى في طاجي تونسي ولا تغادر؟ والله ما على بالي درك انا، باسكو نولي سمانه هذه لتونس، ما درك انا نيسو كونترا مع ليكيب تاعي، مازال ما هدرتش من المسؤولين. نشوفوا حل ان شاء الله اللي ردينا احنا كامل ان شاء الله. وحاليا راني لاعب طارجي. دونك فوالا، يعطيكم الصحه. ميرسي صح.